راجعين من عطلة وفي ناس لسه بالنسبة لهم السبت أجازة، فليه المشكلات بتزداد في أيام الأجازات؟ ده بحث اتعمل، والمفروض تكون أيام الأجازات دي نهاية لكل متاعب الأسبوع، فرصة للراحة والاستجمام، لكن هي في مصر بتتحول لتوتر بقى ومشاكل. والله تفتكر مش في مصر بس، في مصر وفي بلاد كتير. يعني ال 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 هي طبعا الدراسة بره مصر. الدراسة بره مصر يعني قالت ان دايما دايما في وقت الاجازات بيكثر فيها فكرة الخناقات. فاكرة أيام حتى كورونا؟ رمضان، فاكرة رمضان؟ لا انا بفتكر كورونا، رمضان اول يوم رمضان اللي هو اجازة في خناقات، لا ده بيقول الناس بتبقى بيقول صيام الأسباب. اه طبعا صيام صيام، والناس اللي تمام، بتشرب سجاير وكده يعني. لكن الخناقات بتكثر فيها الاجازات، بتكثر فيها الخناقات. انا لما قريت الدراسه قلت بيبقى كأن الاتنين اللي كانوا متجوزين محتاجين بس يكونوا في وش بعض علشان النار تولع. لا يمكن بيبقى فيه بقى طلبات، بيبقى فيه حاجات كتير، بيبقى فيه واجبات المفروض تتعمل. المهم ان التوتر واضح، او التوتر بتاع طول الاسبوع في بيحدث احتكاك بشكل تراكمي. بالظبط، في احتكاك انك في كبريت موجود بين الاثنين وهم قاعدين لا اجازه. مش لازم، ممكن تكوني انتي حصل لك استنزاف في قدرتك على التحمل طول الاسبوع، مش بالضروره يكون الشريك هو اللي عامل المشكله، او ان المشكله اصلا او الخلاف يستحق هذا هو العناء وهذه المشكلات وهذه الخناقه. الفكره ان الدراسه خلتنا نبص نقول ان المشكله مش ان احنا بنعمل مشكله بيننا وبين بعض، هي تراكمات من برانا. لما قعدنا قدام بعض لقينا التراكمات دي بقت هي السبب في الخناقه. بمعنى ان كل واحد فينا لما بيبقى هو الزوج بيشتغل والزوجه بتشتغل، كل واحد من جواه بيبقى متوقع ان التاني مقدر فكره انه عايز يصحى متاخر، انه عايز لما يصحى ما يطلبش منه طلبات كتير، لان انت عارف يعني ايه تروح الشغل كل يوم وترجع كل يوم، فاهمه الاحساس ده؟ فمع اول مره وهي او هو قاعدين في البيت وهو يقول لها روح اعملي شاي، او هي تيجي تقول له انت ما احنا ما عندناش لبن روح السوبر ماركت، الخناقه بتحصل هنا مش عشان هو راح يجيب ايوه لبن او هي هتعمل شاي. هي هو محتاجه الكلمه استراحه اللي وهو بالظبط محتاج استراحه. كلمه السر، هو انت مش حاسس؟ هو انت مش حاسه؟ هو اديني وقتي، اديني وقتي في ان انا اتنفس، ان انا اريح في ان انا اللحظه دي. اهدى. عشان كده الدراسه دي قالت ان التوتر بيأثر على قدره الزوجين على التأقلم او التعامل بفاعليه مع نفسهم، يعني انا وانت، وبرضه بيعمل استنزاف لقدرتهم على التنظيم الذاتي. يعني احنا لو متفقين على تفاصيل هنقضي الاجازه ازاي او ايه اللي بيحصل في الاجازه ممكن ما يحصلش مشكلة. عشان كده هم الدراسة دي عملت نصايح حتى لا تتحول العطلة إلى شجار دائم ومستمر. أنا عايزة أقول نصيحة من النصايح دي، النصيحة ممكن أكون حياتية، وإحنا بنحضر لأجازة عائلية أرجوكوا الأمهات والأبهات كل واحد فيكم اللي بيشتغلوا إن كان في البيت، حتى من حقك إنك تحطي ليميت للأجازة، حطي في الأجازة متطلباتك، ما تحطوش متطلبات الولاد الشكل الصح للأجازة عامل إزاي. احتياجاتك أولا. يعني أنا في الأجازة لو هطلب إن أنا النهار أنا في أجازتي معاكو أنا مش هنزل أفطر في البوفيه، لأن أنا مش عايزة أصحى الصبح الساعة 10، أنا هجيب معايا من البيت من مصر عيش وجبنة، ولما أصحى وقت ما أصحى براحتي هفطر سندوتش عيش وجبنة. ده لوحده على فكرة دي مشكلة كبيرة. طبعا فاهمة ليه؟ لأن أنا عايزة أنام، هي عايزة تفصل، هي ومش عايزة عايزة أروح تعمل أفطر روتين مع العيال مختلف. علشان لسه هشوف العيال هياكلوا إيه على الفطار وأفضل ألف وراهم وهو يروح يشوف أطباق. لا ايوه ده نحدد اذا كان، نحط إحنا عايزين ايوه إيه. ده اذا كان هم مرفهين وفي اوتيل، لكن لو هم مش كده فهي مطلوب منها ان هي برضو تصحى الصبح وتجهز الفطار وتعمل كذا، هي في حاجه الى اجازه. فعشان كده لازم يبقى في حوار يومي ومتبادل بين الزوجين عشان يعرفوا الضغوط اللي بيعيشوها.
ان هم ما نكتمش مشاعرنا. يعني انا عايزه اطلع اجازه ما هو عشان كده ما نكتمش مشاعرنا، نقول بالزبط. اولوياتنا ومشاعرنا. ممكن زوج يقول لك ايه رايك ما نطلع اجازه مع اختي وجوزها، امي وعيلتي. ما بتبقاش اجازه عاده الا لو كانوا صحاب، اختك وجوزها يعني، الا لو كانوا اصحاب. اتكلموا مع بعض. يعني اللي انا عايزين نقوله ايه، انتوا عايزين الاجازه فيها ناس ولا ما فيهاش ناس؟ ومش معنى ان جزء بارتنر محتاج ناس معاه ان انا مجبره ان اوافق. احنا ممكن نقول له عايز تاخد مثلا اختي وجوزها، تمام، بس ايه، احنا مش هنقابلهم غير مره، او هنخرج بالليل، اديني مساحتي، مش لازم طول الوقت ابقى بجامل وتفضل وخدي. مرتبطه واوعب. عشان كده لازم نعرف فن اداره المشاعر بشكل يومي، مش يومها، مش يوم الاجازه، مش، لان احنا لو ما عرفناش نعمل كده هتنفجر في ايام العطلات. فاحنا نعرف ندير القصه دي، ومفيش حاجه اسمها دلوقتي وقت فراغ. احنا لازم نهتم جدا بان الام او اي فرد في العيله ليه وقته فراغه، ليه فرصه ان هو يرتاح بالظبط. الكواليتي يعني تايم ده من اهم حاجات. وبعدين ما الشجار ده على طول او في اوقات معينه بيأثر كتير جدا على، اولا على العلاقه في المدى القريب والمدى الطويل، وعلى الولاد يعني، وبيعمل فجوه عاطفيه كبيره جدا بين الزوجين. ده كتير من الامهات والابهات ما بيبقوش واخدين ان التنشنه بتتنقل للعيال من غير ما انتوا تاخدوا بالكم. يعني انتوا مش شرط صوتكم يبقى عالي، لكن الطريقه والاتيتيود ورزعه القلم او رزعه الكوبايه وقفله الباب وانت قاعد في اوضه وهي قاعده في اوضه، بيبان تون الصوت حتى بيبان. يعني تون الصوت، طريقه الكلام، طريقه طلب الحاجه، الكلمه نفسها. يعني نعم دي ممكن تتقال، نعم اللي هو بجد اللي هو استجابه، او نعم عايزه اسمع، ممكن تكون نعم اعتراضيه واستفهاميه. يعني الكلمه نفسها، طريقه انها بتتقال بتفرق جدا جدا. فخلينا ننتبه للكلمه. حتى يا سوير لو احنا مش هنتكلم قبل الاجازه، عشان انت بتتكلمي في جزئيه لازم نبقى ان احنا نتكلم قبل الاجازه عشان الاجازه تبقى ظريفه. ايوه، ونتكلم كل يوم عشان ما يبقاش عندنا تراكمات تنفجر مع الضغط تنفجر. طب انا معاكي، بس نفترض ان الكابلز دي ما عندهمش كده. اللي انا طالباه زياده عن ان احنا بقى كمان نتكلم، وانتوا بتحطوا جدوله الاجازه بتاعتكم، اعملوا مساحه لنفسكم، وكل واحد شريك، وكل شريك يتقبل المساحه بتاعت الاخر. يعني لو جوزك جه قال لك انا في الاجازه عايز انزل اجري لوحدي لمده ساعه، واروح استكشف البلد لوحدي لمده ساعتين، يعني انا هاخد مثلا في اليوم ده، او انا بحب 3-4 ساعات، ما فيش حاجه اسمها ليه وتسيبني لوحدي، احنا في اجازه. ده من حقه، ده الكواليتي تايم بتاعه. هو قعد شهور كلها بيشتغل ومطحون، هو عايز كام ساعه دول في الاجازه اللي هم اسبوع دول في الحته دي، اديها له. وانت كمان دوري على حاجه تانية تعمليها. انا هقعد اقرا كتاب، انا هروح انزل اتمشى اشم، هقعد من غير ما اعمل اي حاجه، انت في البلكونه مع كوبايه شاي بلبن. فكره ايه؟ عايزة وقت من الصمت. المهم احذروا التراكمات. التراكمات زي الديون، لو ما جدولتهاش، لو ما سددتهاش، هي هتبقى عبء كبير عليك وهتعطلك الحياة. فنتكلم، يبقى في حوار، وبس حوار محترم، في الجمل بتتقال بشكل إيجابي وبشكل إنساني. إن شاء الله دايما حياتنا وأجازاتنا بلا خلافات، وعندنا